اهلا بيكم. انا عايز اقول لكم ان انا فعلا شايف ان في بطالة جامدة جدا 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 في العالم. البطالة دي جاية من كورونا فيروس كستوني. مفيش حد ما بيشتغلش، ده كلنا ما بنشتغلش، كلنا بنقعد في البيوت بالسنين الاعدام اللي هو اعدام ان احنا بننتحر. وانا بقول لكم ان كلنا ما بنشتغلش يا جماعة، اللي بيشتغل هو الناس الكبار، مش كلهم بيشتغلوا، لكن احنا كلنا بنتسبب الكريدت، وده حاجة مخسرة الناس كلها. نمشي زي كل الناس، نمشي زي كل الناس، خلينا نمشي زي كل الناس. كان بقول لكم اللي بيمشي زي كل الناس دول يبقوا ناس مش ليدرز. الليدر هو اللي يمشي لوحده وتفوق وينجح، هو ده الليدر. كان بقول لكم اللي بيمشي زي كل الناس مش بينفع، مش ينفع حاجة خالص. ربنا معاكم، صلونا ان احنا نشتغل. كيسدوني انا ابويا اختفى عن البيت بقاله 4 اسابيع، كان بنشد بقول له تعال لنا تاني لو انت حد لقاه في الشارع، يعني لو حد لقاه ابويا في الشارع قول له انك عاوزك. سلام يا جماعه، انا بهزر معاكم، ربنا معاكم ينوركم ويديكم الملكوت. بص مسيحي ويهودي، يلا يا عم سلام.